بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب صفة الصلاة، وبوب له بقوله: باب جهر الإمام بالتأمين. بالتأمين يعني أن يقول آمين. هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا كلمة آمين، أولا كلمة آمين تقال بعد قراءة سورة الفاتحة، وهي ليست من سورة الفاتحة. في ناس بفكر أن سورة الفاتحة تنتهي بكلمة آمين. آمين معناها اللهم استجب، فتقول اللهم استجب لأنه في دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء. في الأخير تقول آمين، يعني اللهم استجب هذا الدعاء. فقولك آمين هي ليست من الفاتحة، هذا يستحب أن يقال سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أنت عم تقرأ الفاتحة خارج الصلاة بتقول لما تنتهي آمين يا رب استجب هذا الدعاء، وأنت في الصلاة كذلك تقول آمين اللهم استجب هذا الدعاء. هنا في يعني بعض الناس في بعض الأخطاء التي تحصل عند قول الناس آمين، في ناس قبل ما ينتهي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قبل ما يقول ولا الضالين بيكون آمين. لا، انتظر الإمام حتى ينتهي من قراءة سورة الفاتحة ثم قل آمين. فلذلك يسن للإمام أن يقول لما بينتهي كذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن يقول آمين، فيسن أن تقول مع الإمام آمين. لذلك قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، كأن الملائكة كذلك تؤمن على تأمين الإمام، فأنت خلف الإمام تؤمن حتى يكون التأمين كله يعني في نفس الوقت. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إذا وافق هذا التأمين في محله في مكانه مع الإمام ومع الملائكة فإن الله عز وجل يغفر لهذا الإنسان ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. كذلك يعني هناك من الأخطاء بعض الناس بيقول آمين خطأ. آمين إذا شددت هذه الكلمة شو يعني آمين؟ آمين يعني قاصدين، وأنت الأصل تقول آمين اللهم استجب، شو تقول قاصدين؟ اختلف المعنى ليش باللفظ. وفي منهم من يقول آمين، لا هنا كذلك يعني هذه صفة مشبهة من الأمن، فيعني لا يقصد بها كذلك التأمين اللهم استجب. فاللفظ بيكون في أول في الهمزة الأولى، في عندك همزتين تقول آمين، في الأولى يعني بترفعها حركتين آمين، والمين تخليها أربع حركات. هذا هو الصحيح، تمام. فأولا تنتظر الإمام حتى ينتهي من قراءة سورة الفاتحة، خلي ينتهي ولا الضالين، خلي ينطق النون ويخلص ويأخذ نفس، فأنت بتقول آمين، تمام. هذا هو الصحيح.
طيب هل هذا كما قلنا واجب؟ لا مش واجب. لو إنسان سكت وما قال آمين صلاته صحيحة. وكذلك يعني نعرف إنه هذه ليست داخلة في معنى كلمة من سورة الفاتحة، لأن الفاتحة بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين، خلاص انتهت الفاتحة، تمام؟ فيعني هذا حتى نأخذ نحن هذا الأمر على حقيقته. وعنه أن رسول الله عليه السلام قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى، يعني تأمينك مع تأمين السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يعني في هذه من الأحكام لا يجهر المأموم خلف الإمام، المأموم خلف الإمام لا يجهر بشيء، الذي يجهر من هو الإمام إلا في التأمين فقط. أنت عندك تجهر يعني بتعلي صوتك خلف الإمام فقط في قولك آمين، غير هذه تقرأ معه الفاتحة تعلي صوتك حتى تسمع الناس والله عم تقرأ أو تقرأ مع الإمام فهذا خطأ. فلذلك لا يرفع المأموم صوته خلف الإمام إلا في التأمين. الأمر الآخر سماع الملائكة عن بعد من السماء. سبحان الله، الملائكة ترصد وبتتحين وقت الصلاة حتى تستمع فتتابع صلاة الجماعة. ملائكة في السماء بتتابع صلاتك وانت عم تصلي في جماعة، وهذا من فضل صلاة الجماعة أن الملائكة تؤمن مع من يؤمن في الصلاة. كذلك يعني هذه مشروعية التأمين للإمام والمأموم وجهرها في الصلاة الجهرية، والمنفرد كذلك، الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يشرع لهم أن يقولوا آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، يستحب لهم كما قلنا، ليست واجبة ولا ركن بل هي مستحبة. يقول الإمام النووي رحمه الله يسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها، يسن تمام التأمين إنه يقول الإنسان لما يقرأ الفاتحة يقول آمين سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فهذا من السنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.